محتاجين شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. عليه الصلاه والسلام. في الحقيقه يعني مصر استطاعت ان تصل الى يعني تقطع مسافات كبيره في مكافحه الفكر المتطرف ومناوئة الارهاب والقضاء عليه، ولا تعلق تشهد يعني ما الاستقرار الذي تشهده مصر في الاونه الاخيره، سواء كان هذه المواجهه من كانت من القوات المسلحه وقدمت تضحياتها الشرطه المصريه ايضا وقدمت تضحياتها كل يوم كل ثلاث شمس عندنا شهداء، نعم، ووزاره الاوقاف بسيطرتها على المساجد وتجفيف منابع التطرف والارهاب ومناوئه هذا الفكر المتطرف في المساجد على مدار 5 سنوات، اعتقد خير شاهد على ذلك. نحن نحتاج الى المزيد، نعم نحتاج الى المزيد. هل السيطره الكامله الان تستطيع ان تقول حسمت الامر في مواجهه الفكر المتطرف واصبحت السيطره كامله؟ لا، ده احنا نحتاج الى المزيد والمزيد والمزيد. لكن يعني كما ان نقطه في البحر من الممكن ان تصنع يعني في مع الدق الدائم على هذا الامر تصنع موجه بعد صحيح. ذلك، لكن لما تنقطع هذه النقاط لا يمكن ابدا ان تصنع امواج. ولذلك نحن في وزاره الاوقاف بالذات منذ ان 2013 30/6 و2013 عندما وضعنا خطاب موحد لوزاره الاوقاف لمن يتقدم الوحد، نعم، خطاب ديني موحد على المنابر، خطبه هي في كل مساجد مصر، كل مساجد مصر. في البدايه كانت نسبه التنفيذ يمكن لا تعدو ان تكون 20%، ثم 30 ثم 50 ثم الان استطيع ان اجزم اقول يكاد يكون اكثر من 80-90%. الناس ممكن تسلم من 99 كمان، لكن لا حتى لا اقول الا هي خطبه محالفه، نعم، لكنني حتى اكون يعني غير مزايد او يعني مبالغ في هذا الرقم، حتى نعطي مساحه لانفسنا في عدم الارتخاء والركون الى ان السيطره كامله، دائما نعطي بناقص 10% عشان نتحرك عما نفضل نتحرك حتى نتحرك فيه. الاليات التي اتخذناها لهذا الامر هو العقوبات الرادعه والزاجره التي تستطيع بها ان تحكم السيطره والقبض على الخطاب الموحد هي التي كانت خير سبيل لهذا الامر. اما الميوعه في القرارات وعدم الانجاز فيها وعدم متابعتها وعدم الحسم فيها لا يمكن ابدا ان يصل بك الى هذه المرحله. صحيح. هنا لما اتكلم عن الكلام ده، لكن انا عندي كمان قوافل دعويه بتطلع من عندكم، نعم، هذا بتواجه هذا الفكر، نعم، نحن على مدار اليوم والشهر والسنه لدينا قوافل دعويه في جميع انحاء الجمهوريه، سواء كانت الاماكن الحدوديه او الاماكن الاكثر يعني اللي معروف ان الفكر ده منتشر فيها، فلذلك تجد قوافل وزاره الاوقاف ونعلنها عبر اوقاف اونلاين حتى يعني لا ندع مجال لواحد مزايد يقول اين هذه القوافل، لا، نقول القافله متواجده.